فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مر معنا بأننا مأمورون باتخاذ الأسباب، ويقول العلماء إن الدعاء من أعظم الأسباب، فهل يمكن أن نتخذ هذا السبب وحده فقط ونقتصر عليه؟ لا، ما تقتصر عليه، فتعمل الأسباب المتاحة والمباحة زيادة على الدعاء. نعم، الدعاء واحد من الأسباب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يعني لو تموت جوع تقول ما أنا باكل، يكفي الدعاء؟ لا، هنا أسباب ضرورية لا بد تتخذها مع الدعاء. لو تبي يصيبك مرض شديد ولو علاج تترك العلاج تقول أبى أكتسر على الدعاء؟ لا، ما يصلح هذا. نعم.